بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا أبناء الأعزاء في هذه الحصة الجديدة واللي كتتعلق طبعا بالتعبير الكتابي. طبعا الكتابة المرجع هو مرشدي في اللغة العربية القسم الخامس ابتدائي. نعم، وصف مكان. موضوع الانطلاق: أتخيل أني قمت برحلة إلى كوكب بعيد، أصف المكان. إذا هذا هو موضوع الانطلاق، إذا رحلة إلى كوكب بعيد ونصف فيها المكان. طبعا هنا أخطط لأستعد لوصف مكان. ألاحظ عناصر خطة الموضوع. نعم، إذا وقت السفر. نعم، وقت السفر مثلا ذات يومين في يوم من الأيام. طبعا رفاقي ورفيقاتي في الرحلة، طبعا علماء، ويكون معنا مثلا رواد الفضاء. أصف محطة الانطلاق. نعم، نصف محطة الانطلاق وما تتوفر عليه طبعا من أجهزة إلكترونية وطبعا من تكنولوجيا طبعا عالية الجودة. أصف الوصول إلى الكوكب. نعم، سنصف الوصول إلى الكوكب ثم الأمكنة التي شاهدتها في ذاك الكوكب. نعم، عندنا طبعا الصورة، رائد الفضاء. طبعا هنا طبعا صورة تقريبية للموضوع. نمر، أنجز المحاولة. نعم، أنجز المحاولة الأولى. أكتب موضوعا عن طبعا أكتب موضوعي وفق طبعا خطتي. أكتب جملة تناسب رحلتي إلى الكوكب، مثلا مناسبة سفري. طبعا بمناسبة مثلا اليوم العالمي للرحلة، بمناسبة اليوم العالمي للرحلة البشرية إلى الفضاء. هذه مناسبة. ثم عندنا رفاق في السفر، فطبعا أحدد بعض الرفاق الذين طبعا رافقوني في السفر من علماء ورواد الفضاء. نعم، أكتب جملة تصف محطة. أين توجد المحطة؟ طبعا إما قرب مرتفع، قرب شي جبل، وما إذا يوجد في تلك المحطة طبعا من أجهزة وآلات نعم حديثة ذات جودة عالية تمكننا طبعا من توجيه وتسيير المركبة الفضائية. أين توجد المركبة الفضائية طبعا؟ ثم هنا أكتب جملة تصف أرض الكوكب. أصف مكان الهبوط، مكان هبوط المركبة، ثم أصف أرضها، يعني أرض ذاك الكوكب. نعم، سنقوم ب ثم هنا أراجع المحاولة. نقوم أولا بمحاولة، ندير محاولة. فطبعا محاولة في الأول مناسبة السفر. نعم، مناسبة السفر. أكتب طبعا بمناسبة، كتب لنا هنا. نعم، بمناسبة اليوم، بمناسبة نعم اليوم الدولي أو العالمي، اليوم الدولي، بمناسبة اليوم الدولي للرحلة البشرية، للرحلة نعم البشرية، بمناسبة اليوم الدولي للرحلة البشرية طبعا إلى الفضاء. نعم، إلى الفضاء. فصل ذهبت طبعا رفقة فريق، رفقة فريق من رواد الفضاء، من نعم رواد الفضاء إلى كوكب المريخ، إلى كوكب طبعا المريخ. اكتبها بعدها، إلى كوكب المريخ. نعم، نقطة، اتجهنا إلى محطة الفضاء. نعم، إلى محطة الفضاء، محطة الفضاء. نعم، التي توجد، التي توجد قرب طبعا، توجد في مرتفع أو في مرتفع قرب قمة جبل، قرب قمة طبعا جبل عال، قرب قمة جبل عال.
نعم، تتوفر هذه المحطة، سنكتب في الآخر نوضحكم، تتوفر أو يوجد بهذه المحطة، تتوفر هذه المحطة، أقصد بها المحطة الفضائية طبعا، على أجهزة طبعا إلكترونية حديثة، إلكترونية، نعم، أجهزة إلكترونية طبعا عالية المستوى، عالية، يعني هي التي تيسر وتسهل، تيسر وتسهل وتوجه طبعا المركبة الفضائية، نعم المركبة، تكتب هنا المركبة، نعم الفضائية، نعم طبعا المتجه إلى المريخ. امتطينا المركبة، امتطينا أو ركبنا، امتطينا المركبة الفضائية، نعم امتطينا المركبة الفضائية، نعم فغفوت، يعني نمت واحد النوم خفيف، فغفوت طبعا قليلا، نعم نعم فغفوت طبعا قليلا، فوجدت نفسي على كوكب المريخ، على أرض كوكب المريخ، كوكب المريخ. الآن عن وصف الكوكب المريخ، نعم فصيلة الكوكب طبعا الصخري، يعني وجود أو الكوكب الأحمر الصخري، نعم معظم سطحه أحمر، معظم نعم سطحه طبعا أحمر، نعم شعرت ببرودة نعم ببرودة شديدة، شعرت ببرودة شديدة، لأن الجو هناك طبعا أبرد من الأرض، نعم أبرد من الأرض. مكثنا هناك، مكثنا أي بقينا، مكثنا هناك قليلا، هناك قليلا أو أياما، ثم عدت إلى كوكبنا اللي هو الأرض. نعم أعيد، بمناسبة اليوم الدولي للرحلة البشرية إلى الفضاء، ذهبت رفقة فريق من رواد الفضاء إلى كوكب المريخ. اتجهنا إلى محطة الفضاء التي توجد في مرتفع قرب قمة جبل. تتوفر هذه المحطة على أجهزة إلكترونية عالية تيسر وطبعا توجه المركبة الفضائية. امتطينا المركبة الفضائية، فغفوت قليلا، فوجدت نفسي على كوكب المريخ، الكوكب الصخري، معظم سطحه أحمر، شعرت ببرودة شديدة هناك لأن الجو هناك أبرد من الأرض. مكثنا هناك قليلا، ثم عدت إلى كوكبي الأرض. إذا هذه محاولة، طبعا سأضع لكم مجموعة من الإنتاجات ديال التلاميذ.